بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم معانا في رابع محاضره لينا في الكورس بتاعنا اللي هو اسمه البروجكت مانجمنت. رابع محاضره دي بتتكلم على البروجكت انتجريشن مانجمنت او اداره تكامل المشروع. النهارده باذن الله هنتكلم اول حاجه على الانترودكشن اند اوبجكتيفز، المقدمه والاهداف. تاني حاجه هنتكلم عليها اللي هي ديفلوبينج بروجكت تشارتر او تطوير مخطط مشروع. تالت حاجة the project charter itself، هنتكلم على مخطط المشروع نفسه. رابع حاجة هنتكلم على ال project management plan أو خطة إدارة المشروع. وخامس حاجة هنتكلم على ال manage and control work، إدارة العمل والتحكم فيه. وسادس حاجة هنتكلم على assignment أو مهمة إن إحنا نعمل فيها بروجكت تشارتر او مخطط مشروع. دلوقتي زي ما قلنا هنتكلم على اول حاجه الانترودكشن اند اوبجكتيفز زي ما قلنا في الاوتلاين. طيب ايه هي الليرنينج اوبجكتيفز بتاعه محاضره النهارده؟ اول حاجه ديفاين ذا بريكويست فور ا بروجكت، البيزنس بلان، تحديد المتطلبات الاساسيه للمشروع او نعمل دراسه جدوى. Initiate the project. Opportunity evaluation and chartering a project. هنتكلم عن بدء المشروع وتقييم الفرصة وتوثيق المشروع اللي هي chartering a project. Understand what goes into the project plan including bringing together all subsidiary planning documents. فهم ما يدخل في خطة المشروع بما في ذلك الجمع بين جميع وثائق التخطيط الفرعية. برضو هنتكلم على describe the integration of project management process and the role in defining, planning, executing, controlling and closing a project. وصف تكامل عمليات إدارة المشروع ودورها في تحديد وتخطيط وتنفيذ ومراقبة وإغلاق المشروع. طيب يعني ايه البروجكت انتجريشن مانجمنت او اداره تكامل المشروع؟ بنقول ان هي the process and activities to identify, define, combine, unify and coordinate the various processes and the project management activities within the project management process group. يعني هي العمليات والانشطه لتحديد وتعريف ودمج وتوحيد وتنسيق العمليات المختلفه وأنشطة إدارة المشروع ضمن مجموعة عملية، عملية إدارة المشروع. طيب إيه هي علاقة الـ Project Integration Management بالـ Project Management Process؟ برضو عندنا مراحل اللي هي كانت موجودة في الـ Project Management Process اللي اتكلمنا عليها المحاضرات اللي فاتت، هي نفس المراحل اللي فيها الـ Project Integration Management، بس هنفوكس على بعض الـ Points اللي موجودة في كل مرحلة. على سبيل المثال عندنا أول مرحلة اللي هي الانيشيتنج، برضو اللي هي مرحلة الإعداد دي فيها الديفلوب تشارتر فقط أو تطوير المخطط. بعد كده بتيجي المرحلة التانية اللي هي مرحلة البلانينج أو التخطيط، دي بيبقى فيها ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، تطوير خطة إدارة المشروع. بعد كده بتيجي مرحلة الاكسكيوتنج أو التنفيذ، دي بيبقى فيها Direct and Manage Project Work، توجيه وإدارة أعمال المشروع، و Manage Project Knowledge، إدارة معرفة المشروع. بعد كده بتيجي مرحلة Monitoring and Controlling اللي هي المراقبة والتحكم، بيبقى فيها Monitor and Control Project Work، مراقبة والتحكم في عمل المشروع. تاني حاجة Perform Integrated Change Control، أداء مراقبة التغيير المتكامل. وبعد كده بتيجي آخر مرحلة اللي هي مرحلة الكلوزنج أو الإغلاق، دي بيتم فيها كلوز البروجكت أو الفيز اللي هي إغلاق المشروع أو المرحلة. طيب تاني تسلسل تخطيط المشروع بيتم إزاي؟ عندنا أول حاجة اللي هو البروجكت تشارتر أو مخطط المشروع،
بننتقل بيه لخطة إدارة المشروع أو البروجكت مانجمنت بلان، وبعد كده بننتقل لخط الأساس للمشروع أو البروجكت بيز لاين. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها النهاردة اللي هي ديفولوبينج بروجكت تشارتر أو تطوير مخطط المشروع. طيب إيه هي المدخلات اللي إحنا بنحتاجها لتطوير مخطط المشروع؟ عندنا أول حاجة الـ Benefits Management Plan أو خطة إدارة الفوائد. تاني حاجة الـ Business Case اللي هي قضية الأعمال أو دراسة الجدوى. الـ Agreements الاتفاقيات. الـ Enterprise Environmental Factors العوامل البيئية للمؤسسة اللي احنا اتكلمنا عليها برضه المحاضرات اللي فاتت. الـ Organizational Process Assets أصول العملية التنظيمية. كل دول بيعتبروا inputs لعملية developing a project charter أو تطوير مخطط المشروع. طيب الـ project benefits management plan أو خطة إدارة فوائد المشروع دي بتتم إزاي؟ بتتم زي ما هتشوف. أول حاجة بنعمل الـ target benefits، بنشوف ايه هي الفوائد المستهدفة. تاني حاجة بنشوف الاستراتيجيك الاينمنت، التوافق الاستراتيجي. بعد كده بنشوف التايم فريم، الاطار الزمني. بعد كده بنشوف البنفيتس اونر او مالك الفوائد مين هم. بعد كده بنشوف الماتريكس فور ميجرينج بنفيتس، مقاييس قياس الفوائد. بعد كده بنحط شوية assumptions أو شوية افتراضات، وبندور أو بنحلل الريسكس أو المخاطر. طيب إيه هي البيزنس كيس أو دراسة الجدوى؟ It is a documented economic feasibility study used to establish the benefits of a selected case and justify further project management activities. إنها دراسة جدوى اقتصادية موثقة تستخدم لتحديد فوائد حالة مختارة وتبرير المزيد من أنشطة إدارة المشروع. البيزنس كيس دي أو دراسة الجدوى assists the company in allocating scarce resources زي الـ time, الـ people and the money. بتساعد دراسة الجدوى دي الشركة في تخصيص الموارد النادرة زي الوقت والناس والمال. may compare different options، ممكن برضو ان هي بتقارن عدة اختيارات او اختيارات مختلفة. typically prepared in a standard organization format to allow comparisons، يتم إعدادها نموذجياً بتنسيق تنظيمي قياسي للسماح بإجراء مقارنات. دلوقتي بقى هنتكلم على three most common methods for describing project economics أو الثلاث طرق الأكثر شيوعاً لوصف اقتصاديات المشروع. أول طريقة اسمها الـ payback time، وقت دفع الثمن. تاني طريقة اسمها Net Present Value، صافي القيمة الحالية وبنرمز لها بـ NPV. وعندنا تالت طريقة اسمها Internal Rate of Return، الـ Abbreviation بتاعها IRR أو معدل العائد الداخلي. عندنا أول طريقة قلناها اللي هي Simple Payback، بنسميها ساعات الاسترداد الوسيط. دي طبعاً طريقة من الطرق الأكثر شيوعاً لوصف اقتصاديات المشروع. It is the easiest of the three to calculate، إنها أسهل طريقة للحساب من بين الثلاثة التانيين. It is the time it takes to pay back the initial investment، إنه الوقت الذي يستغرقه لسداد الاستثمار الأول. Calculated by summing the cash flows over time until the total cumulative value turns positive.
يتم حسابها عن طريق جمع التدفقات النقدية بمرور الوقت حتى يصبح إجمالي القيمة التراكمية موجبة. تعال نشوف ازاي. هنا دي التايم بيريود 1 2 3 4 5 الكوست اللي احنا دفعناه في الشركة عشان ننتج مثلا منتج معين، فكان في اول شهر مثلا ماينس 20 ماينس 30 في تاني شهر ماينس 50 كده نيجاتيف 30 هنا كلهم بالماينس اهي عشان هم كلهم كوست. هنا ده الريفينيو او الايراد او الايرادات، يعني في اول شهر ما كانش فيه ايرادات، تاني شهر ما فيش، تالت شهر بدا يظهر عندي 40، رابع شهر 100، خامس شهر 100. طيب لو جينا نحسب هنا البيريود نت كاش فلو، عندي البيريود نت كاش فلو في اول بيريود دي اللي هو اول شهر كان نيجاتيف 20، هنا نيجاتيف 30، هنا بنجمع الكوست بلس الريفينيو نيجاتيف 50 بلس 40 يطلع لك نيجاتيف 10. هنا بقى نيجاتيف 30 بلس 100 يطلع لك 70، ال 70 طبعا بالبوزيتيف، تمام؟ طيب ايه هي السيمبل باي باك؟ ان احنا بنجمع بقى الكاش فلوز دي تراكمي كوميوليتيف، التوتال كوميوليتيف فاليو، فعندنا هنا كان نيجاتيف 20، بعد كده بقى نيجاتيف 20 ونيجاتيف 30 بقوا نيجاتيف 50، بعد كده نيجاتيف 20 نيجاتيف 30 نيجاتيف 50 بقوا نيجاتيف 60، لان كمان بقى عندنا هنا بوزيتيف 40، فبقى عندنا هنا التوتال كوميوليتيف فاليو نيجاتيف 60. وبعد كده بنجمع برده كل اللي فوق دول ونجمعهم برده بلس 100 وبلس 40 يطلع لي التوتال كوميوليتيف فاليو اتحولت هنا بقت 10 بالبوزيتيف، وبعد كده بقت 80 بالبوزيتيف. ده شرح بسيط كده للطريقه الاولانيه اللي هي بيسموها السيمبل باي باك او الاسترداد البسيط. تاني طريقة من الطرق الاكثر شيوعا لوصف اقتصاديات المشروع اللي هي طريقة النت بريزنت فاليو او الـ NPV analysis، ده تحليل صافي القيمة الحالية. دي بتأخذ في الاعتبار او takes into account the time value of money، بتأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود. is based on the life of the project and the discount rate، بتعتمد على عمر المشروع اللي هو بنرمز له بN capital، وبتعتمد على معدل الخصم اللي هو بنرمز له بI small. Most spreadsheet programs have an NPV function، تحتوي معظم برامج جداول البيانات زي الإكسل مثلا على وظيفة الNPV او على الفانكشن بتاعت الـ NPV، هتلاقيها في البرنامج. عندك قانون اهو الـ NPV او النت بريزنت فاليو، ده فانكشن في الاي والان. الاي زي ما قلنا ده معدل الخصم، والان اللي هو اللايف اوف ذا بروجكت او عمر المشروع، بيساوي السميشن. التي دي اللي هي المرحله او اللي هما بيسموها البيريود. فعندك البيريود عندك من الزيرو للان كابيتال. الان كابيتال في الحاله اللي احنا قلناها في السلايد اللي فاتت دي كانت 5، لان هما كانوا مثلا 5 شهور، فبنتكلم من زيرو ل 5. وعندك ار تي ديفايدد باي 1 بلس اي باور تي. الاي دي زي ما قلنا ده الديسكاونت ريت، والتي دوت اللي هو التايم، ده بنعوض فيها من 0 لحد n، يعني من 0 لحد 5 ماشي. والار تي ده اللي هو is the net cash flow for each period، هو صافي التدفق النقدي لكل فتره. فزي ما انت شايف كده في الجدول بنقول الديسكاونت ريت بكذا، تمام. والار تي ده اللي هو النت كاش فلو فور ايتش بيريود، ده احنا عارفينه من السلايد اللي فاتت، وعارفين الان نقدر نعوض في القانون دوت او المعادلة دي بالديسكاونت ريتس، كانت 5% 10% 15 وهكذا، نقدر نطلع النت بريزنت فاليو. فدي تعتبر طريقة من الطرق لوصف اقتصاديات المشروع. تالت طريقة من الطرق الأكثر شيوعا لوصف اقتصاديات المشروع اللي هي الـ internal rate of return
أو معدل العائد الداخلي. It is the discount rate I at which the net present value is zero. هو معدل الخصم اللي هو الI اللي بيكون عنده صافي القيمة الحالية بصفر، اللي هي الـ NPV بتبقى بزيرو. Most spreadsheet programs have an IRR function. غالبية أو تحتوي معظم برامج جداول البيانات زي الإكسل على الفانكشن اللي هي بتاعت الـ IRR. For our sample problem, the IRR is 37%. في الحالة بتاعتنا دي الـ IRR من الرسمة اللي قدامنا دي حوالي 37%. زي ما انت شايف ده رسم بياني اهو، الـ X-axis بتاعك ده اللي هو الـ I الـ discount rate، وعندك الـ Y-axis دوت اللي هو الـ NPV أو الـ net present value. بنشوف الـ net present value لما بتكون بزيرو بتتقاطع مع الكيرف عند I بكام أو discount rate بكام، فلقيناها طلعت بـ 37%، يبقى هي دي الـ internal rate of return. دلوقتي بقى هنتكلم على مخطط المشروع نفسه بتفاصيله اللي هو البروجكت تشارتر. طيب ايه هي محتويات مخطط المشروع او البروجكت تشارتر كونتنتس؟ طبعا لازم تعرف ان البروجكت تشارتر او مخطط المشروع بيبقى documents that formally authorize the project، المستندات التي ترخص المشروع رسميا هي اللي احنا هنشوفها في الآتي. أول حاجة عندنا اللي هي الـ Project Purpose or Justification، الغرض من المشروع أو المبرر لازم يكون واضح في الـ Project Charter أو مخطط المشروع. الـ High Level Project Description، وصف المشروع عالي المستوى أو وصف المشروع عالي المستوى. تالت حاجة الـ Project Objectives and Success Criteria، أهداف المشروع ومعايير النجاح. رابع حاجة High Level Requirements، المتطلبات عالية المستوى. عندك برضو Assumptions and Constraints، الافتراضات والقيود. عندك برضو لازم يكون موجود High Level Risks أو المخاطر عالية المستوى. لازم يكون عندك summary milestone schedule أو ملخص الجدول أو ملخص الجدول الزمني. عندك المفروض يكون pre-approved financial resources أو الموارد المالية المعتمدة مسبقا. لازم برضو يكون موجود أو مكتوب عندك الـ stakeholder list أو قائمة أصحاب المصلحة أو الأطراف المعنية. لازم يكون موجود عندك برضو الـ Project Approval Requirements، متطلبات الموافقة على المشروع. يكون موجود عندك الـ Project Exit Criteria، معايير الخروج من المشروع. برضو يكون موجود assigned project manager responsibility and authority level، مدير مشروع معين او مدير المشروع المعين لازم يكون عندك المسؤولية ومستوى السلطة بتاعت مدير المشروع. المفروض برضو يكون عندك name and authority of sponsor او اسم وصلاحية الراعي الرسمي. عندنا هنا عينة نموذجية لمخطط مشروع أو sample of typical project charter. بنكتب أول حاجة مثال أو مخطط المشروع الـ project charter، موجودة عندك اهي هنا. بعد كده بنكتب اسم المشروع وبنكتب تاريخ التفويض أو الـ authorization date. بعد كده بنعمل جدول زي كده، بنكتب فيه الـ project description، وصف المشروع ده بيبقى brief description of the project، what are we trying to accomplish ده بيبقى وصف موجز للمشروع، ما الذي نحاول تحقيقه. بعد كده بنخش على project purpose او الهدف من المشروع،
بنعمل هنا describe the business case or reason why the organization should pursue this project including the goals and requirements. بنصف حالة العمل أو سبب وجوب متابعة المنظمة لهذا المشروع بما في ذلك الأهداف والمتطلبات. بعد كده بنتكلم على السكوب والباوندريز، النطاق والحدود بتاعة المشروع. ده بنكتب فيها describe the high level scope of the project. Describe what is the included and also any exclusions. بنوصف في النطاق عالي المستوى للمشروع، بنوصف ما تم تضمينه أو أي استثناءات. بعد كده بنكتب requirements اللي هي المتطلبات. بنعمل list the high level project requirements for the project to be successful. This can be qualitative or subjective. بنضع قائمة بمتطلبات المشروع عالية المستوى لكي ينجح المشروع. يمكن أن يكون هذا نوعيا أو غير موضوعي. بعد كده بنيجي نتكلم في البروجكت تشارتر على النواتج والأهداف اللي هي deliverables and objectives. لو جينا نتكلم مثلا على الديليفرابل او الاوبجكتيف، فبنقول ضع قائمة بالنتائج النهائية الرئيسية او الاهداف او اهداف المشروع على مستوى عالي، او قم بالاشارة الى معيار او مستند اخر زي list the key final deliverable or objective of the project at a high level or reference standard or other document. وبرضو بنعمل هنا success criteria أو معايير النجاح. دي بنعمل make the success criteria as objective as practical. How will we know we met the deliverable or accomplished the objective. اجعل معايير النجاح موضوعية بقدر ما هي عملية. كيف سنعرف إننا حققنا الهدف أو نحقق الهدف، فهي دي المسؤولة عنها success criteria. بعد كده بنيجي نعمل الاسكيدول او جدول. ده list any schedule or milestone requirements. بنضع فيه قائمة بأي جدول او متطلبات المهمة. بعد كده بنكتب ال pre-approach financial resources. بنعمل ايه بعد كده؟ بنحط الموارد المالية اللي هي متوافق عليها من قبل كده. دي بنعمل فيها provide any budget guidance for this phase of work and the project overall. بنقدم أي توجيه للميزانية لهذه المرحلة من العمل والمشروع بشكل عام. بعد كده بنيجي نتكلم على الـ assumptions and constraints، الافتراضات والقيود. بنضع قائمة بأي تبعيات يجب أن تكون موجودة قبل أن يتمكن المشروع من ذلك. بنقوم أيضا بإدراج أي افتراضات قد تؤثر على المشروع وأي قيود على أنشطة المشروع. List any dependencies that must be in place before the project can. Also list any assumptions that may impact the project and any constraints the project activities. بعد كده بنيجي نتكلم على المخاطر الـ risks. List any known high level risks to project success. بنضع قائمة بأي مخاطر عالية المستوى معروفة لنجاح المشروع. بعد كده بنحط references أو مراجع. If there are any previous projects, reference material or key contracts the team should know about, list them here. فبالنسبة للمراجع، إذا كان هناك أي مشاريع سابقة أو موارد مرجعية أو جهات اتصال رئيسية يجب أن يعرفها الفريق، فقم بإدراجها هنا. بعد كده بنيجي نكتب الـ Key Stakeholders أو أصحاب المصلحة الرئيسيين. بنكتب هنا على الشمال في الجدول الـ Owner أو Client، المالك أو العميل. List the Sponsoring Organization or Person. بنكتب قائمة بالمنظمة الراعية أو الشخص. بعد كده بنكتب هنا البروجكت سبونسر أو راعي المشروع. هنا بنكتب the executive overseeing the project.
اللي هم القائمين على المشروع او المدير التنفيذي للمشروع يعني. هنا بنكتب البروجكت مانجر، وبنكتب اسمه هنا list other key stakeholders with title، بنكتب قائمة أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مع العنوان أو بالتايتل بتاعهم يعني. List others who have a stake in the project. This may include outside clients, key team members, or important sources of information. بنذكر الآخرين الذين لديهم حصة في المشروع، قد يشمل ذلك العملاء الخارجيين أو أعضاء الفريق الرئيسيين أو مصادر المعلومات المهمة. بعد كده بنكتب الـ Authority Levels أو مستويات السلطة. Describe the authority level of the project manager to make decisions and any other groups or person who have authority over the project. بنصف مستوى سلطة مدير المشروع لاتخاذ القرارات وأي مجموعات أو أشخاص آخرين لديهم سلطة على المشروع. Include specific levels if available. ماشي، يعني أقوم بتضمين مستويات محددة إذا كانت متوفرة. وبعد كده بنكتب الـ Project Approval Requirements أو متطلبات الموافقة على المشروع. بنكتب Who must approve the deliverable, project budget, etc. مين أو من يجب أن يوافق على المخرجات وميزانية المشروع وما إلى ذلك. بعد كده بنكتب برضو الـ Project Exit Criteria، the conditions to be met to cancel or stop the project or phase، معايير الخروج من المشروع، الشروط الواجب توفرها للإلغاء أو إيقاف المشروع أو المرحلة. بعد كده بنكتب هنا الـ Approvals الموافقات، وبنكتب هنا الـ Project Sponsor بيمضي مكانها أو راعي المشروع، هنا مدير المشروع بيمضي مكانه، وهنا الـ Financial Manager أو المدير المالي برضه بيمضي في المكان دوت. يبقى احنا كده جهزنا ايه؟ Project Charter أو مخطط للمشروع. دلوقتي بقى هنتكلم على العنوان الرابع اللي هو الـ Project Management Plan أو خطة إدارة المشروع. طيب ايه هي خطة إدارة المشروع أو الـ Project Management Plan؟ It is a document that describes how the project will be planned, executed, monitored, and controlled. إنها وثيقة أو خطة تصف كيف سيتم تخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته والتحكم فيه. طيب خطة إدارة المشروع بتتضمن إيه؟ فبنقول إن هي include the scope management plan أو خطة إدارة النطاق، نطاق المشروع. Requirements management plan، خطة إدارة المتطلبات أو متطلبات المشروع. Schedule management plan أو خطة إدارة جدول المشروع. Cost management plan، خطة إدارة التكلفة. Quality management plan، خطة إدارة الجودة. Process improvement plan، خطة تحسين العملية. Human Resources Management Plan، خطة إدارة الموارد البشرية. Communications Management Plan، خطة إدارة الاتصالات. Risk Management Plan، خطة إدارة الخطر. Stakeholder Management Plan، خطة إدارة أصحاب المصلحة. كل دول مشتملين أو بيتضمنهم موضوع اللي هو إيه؟ خطة إدارة المشروع أو الـ Project Management Plan. الـ Project Management Plan ساعات بتتضمن برضو Executive Summary، ملخص تنفيذي. Execution Approach، نهج أو طريقة التنفيذ. والـ Change Management Plan أو خطة إدارة التغيير. ده بالإضافة للحاجات اللي احنا قلناها في السلايد اللي فاتت. طيب ايه هي الـ Key Project Baseline Elements أو العناصر الأساسية للمشروع؟ عندنا أول حاجة الـ Project Charter، مخطط المشروع، or الـ Contract أو العقد بما في ذلك حالة العمل أو الـ Business Case اللي هي يعني ايه؟ دراسة الجدوى. ده اللي بنسميه الـ Project Framework أو إطار عمل المشروع. لازم برضو
من العناصر الأساسية للمشروع السكوب بيز لاين أو خط الأساس للنطاق، ده بيعتبر البروجكت اند البرودكت، ده للمشروع للمنتج. برضو من العناصر الأساسية للمشروع البروجكت مانجمنت بلان، خطة إدارة المشروع. الكوست بيز لاين، خط الأساس للتكلفة. السكيدول بيز لاين، جدولة خط الأساس. الريسك ريجستر، سجل المخاطر. كل دي بتعتبر ايه الكي بروجكت بيز لاين اليمنتس او العناصر الاساسيه للمشروع. طيب اكومبليش ذيس باي، ننجز الكلام ده او نطبقه ازاي من خلال ايه؟ فولوينج ذا بيز لاين، اتباع خط الاساس. مانجينج ذا ستيك هولدر اند كوميونيكيشن، اداره اصحاب المصلحه والتواصل. Adjusting the plans and schedules based on actual performance، تعديل الخطط والجداول على أساس الأداء الفعلي. Obtaining the required resources، الحصول على الموارد المطلوبة. Training and managing the team members، تدريب وإدارة أعضاء الفريق. خامس عنوان عايزين نتكلم عليه النهاردة اللي هو Manage and Control Work، إدارة والتحكم في العمل. As part of directing the work, the project manager must assist the team in monitoring and controlling the work by. كجزء من توجيه العمل يجب على مدير المشروع مساعدة الفريق في مراقبة العمل والتحكم فيه من خلال comparing actual performance against the project baseline، مقارنة الأداء الفعلي مقابل خط الأساس للمشروع. Assessing performance to determine if any corrective or preventive action is required or preventative action is required، تقييم الأداء لتحديد ما إذا كان أي إجراء تصحيحي أو وقائي مطلوب. Forecasting future performance based on history and judgment، التنبؤ بالأداء المستقبلي على أساس التاريخ والحكم. Implementing risk control procedures، تنفيذ إجراءات مراقبة المخاطر. Updating plans as required، تحديث الخطط حسب الحاجة. Implementing active change control، تنفيذ مراقبة التغيير النشط. كل دول بيبقى ايه جزء من توجيه العمل، يجب على مدير المشروع مساعدة الفريق في مراقبة العمل والتحكم فيه من خلال الحاجات دي. تمام. Change control او التحكم في التغيير. Change control is a process to identify، document and approve modifications to the project baseline. يبقى التحكم في التغيير هو عملية لتحديد التعديلات على خط الأساس للمشروع وتوثيقها والموافقة عليها. There are two types of changes، هناك نوعان من التغيرات أو التغييرات. أول حاجة trends اللي هي الاتجاهات، والchange requests تغيير الطلبات. تعال الأول نشوف الترينز. They are conditions that deviate from the baseline but are within the original charter requirements or scope of the project baseline. إنها شروط تنحرف عن خط الأساس ولكنها ضمن الميثاق الأصلي أو المخطط الأصلي أو المتطلبات أو نطاق خط الأساس للمشروع. طيب أمثلة للترينز إيه؟ عندنا أول حاجة an actual labor rate that is higher or lower than expected، معدل العمالة الفعلي أعلى أو أقل من المتوقع. ده أمثلة للترينز. تاني مثال the schedule duration that are longer or shorter than predicted، جدولة المدد الأطول أو الأقصر من المتوقع. مثال ثالث material costs
that are different than expected، تكاليف المواد التي تختلف عن المتوقع. فدي أمثلة للترندز. أمال إيه هي اللي change requests؟ They are formal proposals to modify any document deliverable or baseline. هو عبارة عن مقترحات رسمية لتعديل أي مستند أو تسليم أو خط أساس. طيب زي إيه اللي change requests؟ أمثلة ليه إيه؟ The client requests a change to the project specification. بيطلب العميل تغيير مواصفات المشروع. زي برضو مثال a government regulation changes and must be incorporated causing a change in cost and schedule. تتغير اللوائح الحكومية ويجب أن يتم دمجها مما يؤدي إلى تغيير في التكلفة والجدول الزمني. أمثلة برضو زي مثال تالت زي إيه؟ زي the client or sponsor requests that you accelerate the schedule. بيطلب العميل أو الراعي للمشروع تسريع الجدول. طيب تلخيصا للكام سلايد اللي فاتوا دول، لو أنت عندك potential change أو تغيير محتمل، فبنسأل نفسنا سؤال، هل التغيير ده different than the baseline، مختلف عن خط الأساس؟ لو no يبقى إيه no change، ده هيبقى مفيش أي تغيير. طيب لو yes هنسأل نفسنا سؤال تاني، formal change request هل ده طلب تغيير رسمي؟ لو no يبقى issue trend، يبقى في مشكلة في الاتجاه. طيب لو yes يبقى بنعمل نسأل نفسنا سؤال تاني، هل formal approval هل تمت الموافقة عليه رسميا؟ لو no يبقى no change، مفيش أي تغيير. طيب لو yes يبقى change the baseline، يبقى غير خط الأساس، تمام؟ وكمان مش تغير خط الأساس بس، ده أنت تعمل update change log، يعني تحدث سجل التغيير، تمام؟ وخلي بالك هنا لو هو أما سألنا نفسنا وقلنا هل هو formal change request، يعني هل هو طلب رسمي؟ طلب تغيير رسمي؟ لو كان لأ فبقولنا في مشكلة في الترند، فبنرجع تاني feedback كده ننزل على update change log اللي هو ايه تحديث سجل التغيير، تمام؟ واخيرا بنصل الى البروجكت اور فيز كلوز اوت او اغلاق المشروع او المرحله. It is important that we properly close out our project، من المهم ان ننهي مشروعنا بشكل صحيح. The steps are easy، الخطوات سهله. بنعمل ايه؟ اول حاجة document that the project or phase is complete and met objectives or was abundant. Receive approval from customer and or project sponsor. قم بتوثيق ان المشروع او المرحلة قد اكتملت وحققت الاهداف او تم التخلي عنها. احصل على موافقة من العميل او الراعي المشروع. تاني حاجة transfer the deliverables to operations or to the next project phase، نقل المخرجات إلى العمليات أو المرحلة أو مرحلة المشروع التالية. تالت حاجة update the organizational assets، تحديث الأصول التنظيمية. lessons learned، الدروس المستفادة. project history، تاريخ المشروع. الكوست اند سكيدول انفورميشن، معلومات التكلفة والجدول الزمني. رابع حاجة والأخيرة ارشيف any project files and data according to company policy، ارشفت اي ملفات وبيانات مشروع حسب سياسة الشركة. سادس جزء من المحاضرة بتاعتنا بنتكلم فيه على assignment. الassignment هو عبارة على عن project charter، بنعمل project charter اظن قلنا تفاصيله ازاي بنعمله في السلايدز اللي فاتت. نراجع عليها سريعا كده ونشوف البروجكت charter ده بيبقى المفروض يحتوي على ايه. فعندنا لازم يكون موجود البروجكت نيم والديسكريبشن، اسم ووصف المشروع. البروجكت بيربوس، الهدف من المشروع. الريكويرمنتس، المتطلبات. الديليفرابلز تو بي برودوسد، التسليمات.
التي سيتم إنتاجها، الـ assumptions and constraints الافتراضات والقيود، الـ scope والـ boundaries النطاق والحدود، الـ list of high level milestones قائمة المعالم العالية المستوى، الـ pre-approved financial resources الموارد المالية المعتمدة مسبقا، الـ initial summary of project risk ملخص أولي لمخاطر المشروع، الـ references مراجع، الـ key stakeholders أصحاب المصلحة الرئيسيين، الـ authorization requirements متطلبات التفويض، الـ project exit criteria معايير الخروج من المشروع، وبعدين بيبقى فيه في الآخر signature lines والديتس سطور بيبقى فيها توقيعات وفيها تواريخ التوقيع. وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتم أي استفادة من محاضرة النهاردة، وأتمنى أن أنتوا تخشوا على جوجل وتكتبوا العناوين اللي احنا قلناها دي، هتلاقي فيها معلومات كتيرة جدا وباستفاضة، فأتمنى أن أنتوا بعد ما تسمعوا المحاضرة تتفاعلوا معاها وتعملوا سيرش على العناوين الرئيسية وتتعلموا أكتر. شكرا جزيلا على وقتكم.